الأقل اذكر لي حبي وطيبتي. شاركت الفنانة نوال الكويتية المتابعين عبر صفحتها الخاصة على تويتر صورة تجمعها بزوجها لمناسبة عيد ميلاده. وظهرت نوال في الصورة برفقة زوجها وهما يلتقطان صورة سيلفي، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: كل عام وأنت بخير يا حبيبي وأبوي وصديقي، عسى الله يطول بعمرك ويرزقك الصحة وراحة البال، ويخليك لي وحنينة وسليمان ذخر يا حياتي. وقد تفاعل عدد كبير من النجوم مع صورة نوال وزوجها إذ أثنوا على جمالهما، فيما ركزت معظم التعليقات على إطلالة زوج نوال الشبابية والعصرية إذ تغزلوا بجماله. هذا ورد مشعل العروج على زوجته نوال الكويتية قائلاً: كل عام وأنت حياة الروح والعين والقلب. وبدورها تفاعلت الفنانة الإماراتية أحلام مع صورة نوال الكويتية وزوجها إذ كتبت: كل عام وأنت بألف خير أخوي وزوج أختي، كل عام وأنت بصحة وفرح ونجاح الملحن الكبير. يشار إلى أنه كانت تزوجت الفنانة نوال الكويتية من زوجها مشعل العروج عام 2009، ورزقت منه بابنتها حنين ونجلها سليمان، ولحن لها العروج العديد من الأغنيات التي حققت بها نجاحاً كبيراً. خاطري لنا سوالف حاسس بقلبي. ومن ناحية أخرى، كانت كشفت الفنانة نوال الكويتية عن عطر جديد يحمل اسمها. وفي التفاصيل، فقد أطلقت النجمة عطر نوال الكويتية وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة. ونشرت نوال فيديو عبر حسابها في إنستغرام تبين أنها تعاونت فيه مع دار الطيب، وهي دار متخصصة في العطور، معلنة أن الحكاية بدأت عند التفكير في استعادة ذكرياتها. ابتدت من هالسؤال، شلون أجمع ذكرياتي، أغنياتي، بعض إحساس؟ وفاجأت الخطوة محبي نوال وعدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل، معتبرين أن عمل نوال يخولها الدخول إلى عالم البزنس. وعلقت نوال على الفيديو الذي نشرته كاتبة: جمعت إحساسي وجزءاً من ذاتي في عطر سمته نوال، مردفة أنها عندما وجدت إحساس العطر رأت اسمها في إشارة إلى عمق الإحساس. وتستعد نوال الكويتية لمقابلة جمهورها يوم 18 نوفمبر الجاري على مدرج خرفكان، حيث قامت بترويج حفلها من خلال حسابها في إنستغرام، وكتبت: جمهور الغالي، بانتظاركم تاريخ 18 نوفمبر 2021 على مدرج خرفكان بقيادة المايسترو مدحت خميس.